نقل حوار مهم جدا جدا عن قسم خاص بالسيدات وعام بالرجال، قسم التجميل والليزر. بصراحة كل السودانيين بيحبوا الإطلالة الجميلة، وأهم ما في الإطلالة إنه البشرة تكون صحية وسليمة. اليوم حتناول موضوع يخص البشرة بصفة خاصة بكل تفاصيلها ومحتوياتها. الآن العالم كله أجمل وركز تركيز تمام، فوكست على أهم مشاكل البشرة، ألا وهي حلها في الليزر والهيدروفيشل والديرما بين. اليوم حتناول كل واحدة على حدة كحاجة تثقيفية، منها نعرف مهام ومضار استخدامات كل من. الإنسان الطبيعي عشان يكون طبيعي محتاج يكون حتى البشرة حقته طبيعية من ناحية نيوتريشنال، تغذية مثالية، تعرض للشمس، ميك اب مثالي وصحي، تعامل محدد مع الميك اب. غير الميك اب، والميك اب دي حاجة ارتفيشال اللي هي حاجة صناعية تجميلية، لكن احنا عايزين البشرة الصحية الجميلة كنضارة وصحة للبشرة. أهم الحاجات حنتكلم كلنا على حدة، مثلاً الليزر. الليزر استخداماته وأهميته. عندنا جهاز الليزر متمثل في جهاز أمامنا الآن، هو جهاز بحل مشاكل البشرة بصفة عامة، بحل مشكلة الهايبر بيجمنتيشن، ألا وهي التصبغات الناتجة من التجاعيد بسبب العمر، بسبب الأمراض المزمنة، بسبب الحالات، بسبب تورقها من الأمراض بعد العمليات، بحل مشكلة التصبغات في الوش من ضربات الشمس، لاستخدام سيء للكرمز والكيميكالز والكيماويات، بالإضافة للمساحيق الكيماوية والتراكيب الكيماوية منها الطبية وغير الطبية، من أعثار جانبية بتسيب للبشرة وبتمرضها. فبحل لي مشكلة هايبربيجمنتيشن موجودة في التاتو وفي رسم الحواجب للسيدات. والأهم من ده كله، الليزر بحل لي مشكلة مهمة جدا جدا، ألا وهي الهير ريموفل. هي هاجس لكل السيدات. الهير ريموفل بقصد بها إزالة الشعر من الوجه، من الشارب، من الدقن، للسيدات اللي بيعانوا من مشكلة طبية اللي هي متمثلة في الأوفيريان سيست طبيا، وبالنسبة لنا هي تكيس المبايض من مظاهره الطبية في الوش، بيعمل ليه الشارب والدقن، فهي حاجة مزعجة خالص للسيدات، فدي بحلها لينا حل جذري وتوتالي. فبرضو بحلها لي مشكلة إزالة الشعر من باب التجميل، النعومة. من ناحية تانية إنه مثلاً المناطق الحساسة للعرسان وغيره، فبحل المشاكل كثيرة مهمة بالهير ريموفل. دي الحاجة دي ما مختصرة على الفيميل وهو الجنس اللطيف، بس عندنا برضو بعد الميل بيجونا لإزالة التاتو والتصبغات الناتجة لأسباب كثيرة منها الحروق وغيره. ده بالنسبة لليزر، دي أهم استخداماته. عندنا تاني بيعمل لي مشكلة حقة التنعيم، بيعمل لي إزالة للنخل والعنب، الحبيبات في الوش، بيشيل لي آثار الحبوب. دي واحدة من الحاجات اللي بتحل مشاكل البشرة. عندنا حاجة تانية ومهمة الناس جهلة عنها، هو الهيدروفيشيل. هو جهاز بيشتغل لي على عمق البشرة باعتبار انه بيشتغل لي بأحماض أمينية وبأحماض الفواكه والهيدولوريك أسيد. ده بحل لي مشاكل البشرة بعمق، بحل لي مشاكلها من ناحية حبة الشباب والأكني سبور ومشاكل التجاعيد ومشاكل تانية بالبشرة، فبخليها لي صحية ونضرة. دي في ناس كتير تجهل الحاجة دي، فتمنى الناس تعي أهمية البشرة وصحتها وتلجأ للخيار المناسب. إحنا كل بشرة لها خصوصيتها في إنها تستخدم شنو، أفضل الليزر، أفضل الهيدروفيشيال، أفضل الديرما بين أو غيره. فإحنا بناء على البشرة من ناحية التشخيص بنقرر أيهما أنفع لها، بالإضافة لأنه الجلسات سواء كان في الهيدروفيشيال أو الليزر بتعتمد على عدد الجلسات من ناحية وظائف صحية للبشرة، موضع العضو في نفسه سواء كان الوجه، الجسم، اليد وغيره. فكذلك العمر بيأثر تأثير كبير على عدد الجلسات، الشباب غير الناس الكبار غير الأطفال. بالإضافة لأنه البشرة السمراء السودانية والبشرة الفاتحة بتختلف من ناحية عدد الجلسات، دي حاجة تنويرية. عندنا حاجة تانية مهمة جدا جدا في عالم الكوزمتيك، حاجة بقول أبديتينج، عالجت لي مشاكل كثيرة، ألا وهي جهاز الديرما بين. هو عبارة عن تقنية حديثة لجهاز الديرما رول. الفرق بينهم في حجم السنن اللي بتخش في داخل وتتغلغل في أعماق البشرة. ده بديني نتائج أفضل وأحسن لما استخدم الديرما بين.
طيب الدير ما بين الآلية حقته إنه بكون في إبر متعددة أراون 20 أو 10 بأبعاد مختلفة في مسام البشرة، بتعمل لي تكسير لطبقة الكولاجين اللي هي بتديني شد الوش والنضارة والصحة بالنسبة للبشرة بصورة عامة. فأنا بناء عليها بعمل تجديد لكل الخلايا، بضمن الصحة وبضمن النضارة للوجه وللبشرة، وبكده بتمنى لكل المشاهدين إنه نتمنى لهم دوام الصحة والعافية وبشرة نضرة.